الرعد منها، وأنتم كنتم في دوالب السلطة ساعتها. أكاديمية اللغة العربية التي أقرت على الرغم من صدورها في الجريدة الرسمية في سنة 2004 الدعوة إلى التدريس باللغة العربية وإحجام مجموعة من المثقفين والفاعلين في هذا المجال عن الحديث عن هذا الأمر، باستثناء المفكر عبد الله العلوي الذي خرج علانية في مناظرة تلفزيونية مع أحد أقطاب دعاة هذا الأمر. في فترة اشتغالي وبحثي عن سبب إقبار أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وجدت أن لوبي الفرنكوفونية هو السبب بالأساس. هذا اللوبي لا يريد للغة العربية أن تحظى بمكانة مهمة في البلد، فأنتم ساعتها كرجل سلطة مسؤول في وزارة الثقافة وأمام هذا الهجمة الشرسة على اللغة العربية، ألم تحاولوا مثلا مع جهات أخرى الدفاع عن مشروعية إحداث أكاديمية اللغة العربية أو حتى مجمع للغة العربية مثل البلدان الأخرى؟ بالمناسبة حديثكم عن العربية في وسائل الإنترنت، هناك بعض المجمعات العربية التي تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن لغياب تقنيين ملمين باللغة العربية وبالأساليب التقنية الحديثة تعذر هذا الأمر. شكرا أستاذ سعيدة. أولا أحب أن أثير الانتباه إلى أن المجال الثقافي هو مختبر حقيقي للدفاع عن اللغة العربية. أنا شخصيا في فترة تحملي مسؤولية الوزارة كل جهودي انصبت على تركيز الأدب المغربي من خلال دعم الكتاب ومن خلال نشر الأعمال الكاملة ومن خلال نشر الكتاب الأول ومجموعة ومن خلال المعرض الدولي للكتاب وما والمكانة الأساسية التي كانت فيها للكتاب العربي. وكل هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يعطي نتائج نهائية ومستقرة إلا إذا ارتبط بسياسة تعليمية واضحة في هذا المجال. أنا لست من أنصار التعريب العشوائي الذي تكون له أضرار بليغة أكثر مما لو لم ينجز، ولكن كما قلت في تقديمي لهذه الندوة أنا أؤمن بأن تعليم اللغة العربية وتاريخها وآدابها مسألة أساسية وهي الآن غير موجودة في الإسلام، وكنت أدافع عن هذا الأمر، ولكن بطبيعة الحال فإن كثير من مراكز الضغط لم تكن ترى بعيني الرضا لهذا المشروع، ودافعت باستماتة عن حضور النص الأدبي في المناهج الدراسية. كانت هناك بعض الاستجابات ولكنني أعتبرها استجابات رمزية ولم تكن في مستوى التحدي الذي يطرحه هذا الأمر. أنت أشرت إلى أكاديمية محمد السادس للغة العربية، بالفعل من الممكن أن يتساءل المرء لماذا لم تخرج الوجود ولماذا لم تفعل، ولكن أنا أقول لك بصراحة يعني بغضنا ليس لي شعور بخسارة كبرى في هذا المجال، لأن المجمعات والأكاديميات إذا بقيت سجينة في المسألة اللغوية ك
كمسألة لغوية فإنها لا تقدم شيئا كبيرا للغة العربية. والدليل على ذلك كل ما يصدر عن هذه المؤسسات ويبقى سجين أروقتها. ما هو أساسي؟ ما هو أساسي بالنسبة لي؟ هو أن يستطيع كل واحد في السكتري أن يقرأ باللغة العربية كثيرا من النماذج الأدبية، وأن ليس فقط أن يقرأها، أن يرتبط وجدانيا بها. ما هو الأهم في القراءة؟ ليس فعل القراءة في حد ذاته، ولكن الارتباط الوجداني الذي تصنعه هذه القراءة باللغة وبالأشكال الجمالية التي تنتجها اللغة. ولذلك فأنا مؤمن بأنه لا مجال لتوسيع اللغة العربية وتوسيع تداولها إذا لم ندخل إلى هذا الأمر من مدخل الآلات. تعرفون اللغة الإنجليزية لغة قوية طبعا، وراءها ربما القوة الاقتصادية والقوة العلمية من خلال الأبحاث العلمية والقوة المعرفية من خلال الجامعات والمعاهد والقوة الإعلامية من خلال الأدوات الإعلامية الكبرى.